في بعض الأحيان عليك أن تتوقف قليلاً وتأخذ نفساً عميقاً وتبدأ بعملية التنظيف. أكيد أنت تسأل، لا ليس تنظيف البيت أو الغرفة، عليك تنظيف مجموعة الناس المحيطة بك من الزملاء والأصدقاء وللأسف بعض المعارف. كل شخص منا لديه في حياته بعض الأشخاص السامين الذين يقوضون ثقتك بنفسك ويخونون الأمانة وينشرون السلبية في كل مكان. هؤلاء الأشخاص يتوجب عليك التخلص منهم فوراً، أو على أقل تقدير تجنبهم قدر المستطاع. نبدأ بأول شخصية، وهي الشخصية التي تنتقدك كثيراً وفي أغلب الوقت. أكيد أن كل شخص منا لا توجد لديه مشكلة في بعض التعليقات الصادقة والعادلة، لكن الأمر يتعلق بنوعية الأشخاص الذين يشتغلون طوال الوقت بتوجيه الانتقادات لك. هذا النوع من الأشخاص توقع أنه لن يبقى معه أي صديق في النهاية، ولذلك فبإمكانك في أي وقت أن تخبر هذا الشخص أن نقده المتواصل لا يفيدك بشيء، علاوة على أنه يزعجك كثيراً. نوع آخر من الأشخاص والذين لديهم تفكير سلبي، هذا النوع حاول تجنبه قدر المستطاع مهما كلفك الأمر. هؤلاء الأشخاص غالباً ما يجدون أنفسهم بأسفل منحدر سلبي، ويكون من الصعب عليك في بعض الأحيان أن تمنع نفسك من الانزلاق إلى حيثهم. وكثير من هؤلاء الأشخاص يكونون على أنفسهم إيجابيين، لكن في حال رؤيتك أنت يقع عليهم كل أنواع القلق والتشاؤم والإحباط والشكوى الدائمة. النوع الثالث، أولئك الذين لا يبدون أي شفقة أو تعاطف معك. أكيد أن كلنا لا يرغب في وجود مثل هؤلاء الأشخاص في حياته، ببساطة هم غير قادرين على تقديم أي تعاطف معك، أو ربما هم غير قادرين على تفهم المشكلة التي تكون فيها وأنت في أمس الحاجة لهم. بعض هذه الشخصيات يكون لديهم مشاكل شخصية، والبعض الآخر ميال لإبراز بعض الصفات النرجسية. هذا النوع من الأشخاص إنهم لا يستطيعون تخيل أنفسهم مكان الأشخاص الآخرين، لا يمكن أن يشعروا بك، ولهذا فأنت أكيد لا ترغب بوجودهم قربك. النوع الرابع من الأشخاص الذين يتعمدون إيلامك، هذا النوع من الأشخاص لديهم تشكيلة واسعة من الوسائل والملاحظات المؤلمة بشدة، وخاصة المقربون. يمكن أن يكون والديك أو إخوتك أو أي شخص مهم بالنسبة لك، فملاحظاتهم تكون كصفعة مؤلمة تاركة إياك شخصا مجروحا. في بعض الأحيان يوجهون ملاحظات سيئة تشككك في أمانتك أو جهدك الذي تبذله أو قدراتك. هذه الأمور الموجعة ينبغي لك أن لا تغفر فيها أبداً، وأن تضع لها حداً ولا تجعلهم يقومون بإحباطك أكثر مما يقومون بإظهار مشاعر الدفء والحنان والدعم لك. خامس نوع، وهم الذين يمارسون دور الضحية، هذا النوع من الشخصيات خبراء من الدرجة الأولى بلعبة إلقاء اللوم على الآخرين. هذه الشخصيات يعتقدون أنهم دائما الضحية ولم يكن الأمر خطأهم أبدا، وعلى ما يبدو في رأيهم أنه خطأ زملائهم أو طريقة تربيتهم التي لم تمنحهم أي فرصة حقيقية برأيهم. هؤلاء الأشخاص لابد تجنبهم وعدم الانجرار إليهم،
لأنهم قد يبدأون على الفور بتضمينك بلعبة إلقاء اللوم خاصتهم. كانت هذه 5 شخصيات عليك أن تتجنبهم قدر المستطاع، ونتمنى أن لا تكونوا مثلهم. أرجو أن يعجبكم الفيديو، لا تنسوا دعمنا بلايك والضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل جديد. مع السلامة.